السلام عليكم مشاهدينا، كيف بخير علينا؟ كيفكم لاباس؟ الحمد لله. ودابا الاخت ليلى الامر اللي عطيتني انا جيت نشري لها الباك ديال الجي دي بي تي جوج. انا جيت ها واحد ها الاخر، انا ست معايا حتى هذا الميكرو ديال الامام ديال الكيبي كيخطا في الجمعه عندنا خاسر وشريت حتى هو، وتابعنا ان شاء الله انتم معنا حتى نركبوا ان شاء الله. ودابا انا وصلت ان شاء الله الامانه المسجد، بعدا نحطها ان شاء الله. بسم الله يا رب. وهذه هي اللي قلنا ديال الامام ان شاء الله باش يبقى يخطب في الجمعه وداك الشيء اللي كيعطي الدرس. هذا اللي عندنا فيه السيلكون حنا جبناه سهو. ها الخيط السي محمد اللي قلنا هو خاص. شكرا سي ابراهيم. نجيب جوج هادو لي باف كيتسمى لنا تشاش ونصوبو ان شاء الله. واه هذا الخيط خلي تيجي راه تفتح وهذا اللي صوبو تيجي تريسي ان شاء الله ويصوبو. ها هو في راك امين يا رب العالمين. وهانتوما كتشوفو بيت الله، من بيض بيت الله بيض الله وجوههم. الله يجزيكم بخير. شكرا للمحسنين، تحياتي لهم بزاف. الله يجزيهم بخير. وحنا هاد الاعمال كلها كنخدموها لاجل الله عز وجل، ومن ساهم لله الله عز وجل هو اللي غادي يستجب له، هو اللي غادي يؤدي له الواجب ديالو هنا وفي الاخره ان شاء الله. وانتم معنا تابعونا ان شاء الله، ترقبوا هذا الشيء ان شاء الله، وعاد نوريكم ان شاء الله كل شيء بحول الله. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وعلى خير. ودابا انا طالعه لبيت الله، ركبوا شي باق تمايا، شي مسائل باقين. وانتم تشوفوا بغيت نقال هذا نتلاقى رجليا ونتوما نساريكم معايا هذا النهار. وشكرا لكم اللي متبعيني وواقفين معايا ومدعميني، اللهم تعالى الله يوقف معاكم ويزازيكم. ها انتم يلا انتم معايا انتم تشوفوا تابعونا ان شاء الله بحول الله. شوفوا العيشات كيرعاو هنايا. راسي محمد هذا هو المصور. السلام عليكم المشاهدين، كيف قيسوا بخير؟ واخا مريضة انا طالعة لهاد بيت الله ترتاح لي والله العظيم. نهار اللي مشيت ودخلت لهم وبقى يجيني لا ما رضيت حتى شي حاجة. الحمد لله مع عند الله مع الله هاد بيت الله اللي قال هذا مشيت له بصحاحي. ودابا انا راه من بعيدة شوية اليوم هو تاتي كيما عزيني تيبغيني الله تعالى يعز بيكم. الله لا يوقف معاكم الحبايب. انا راني جبت البويقات ان شاء الله، كنتسنى غير تريسيان يطلع عندي باش يركبهم لي. دابا انا طالع نتلاقى شي كامي غيجيب لي شي رمله تما ان شاء الله للمسجد باش نحطها ان شاء الله، غنبدا في شي عمل اخرين ان شاء الله. وتابعونا ان شاء الله وانتم معنا. مازال نزيدو القدام نوريكم شي حوايج تعاود ان شاء الله. هادي ديال الحاج زايد طوم. زايد شتك من خايه مع راسك مريضه صافي. وانتم اخوتي راه جبدها ديال الطريق صحابكم غير قليله شويه. يلاه دابا حنا في النص مازال ما ضربناش. يلاه حنا حدا المدرسه النار خاصكم تخرجي تتساريكم معاه. تتساريكم في هاد الحي هذا. تتساريكم غادي نمشي بلاصه اخرى زوينه شي حاجه. انتم تابعنا السي محمد راه مصور اليوم، هاكا جا التصوير ديالو.
حتى هو كتبان لي ميل التليفون السي العاصم راه جيت شويه الماء هو هذاك ما ناش قالوا المشاهدين غايقول كي داير التصوير ديالك اليوم تعرف الفيديو غادي تعرف ان شاء الله سبحان الله قبلوا عليه هذا النهار عاد راه تيصاوب ما زال نزيدو قدام شوية حتى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دابا حنا قربنا إن شاء الله. وصلنا النص دابا في الطريق. هذا الطريق ديال الحومة اللي غيولي هو هذا راه كيصوبه. وهذا. إن شاء الله بحول الله عاد كيهيئو مازال ما تكملوش. هادو العمارات. الناس ديال السكان اللي شاريين فيهم. هاد الجهاز راه عاد كيبنيو فيها ايوا حنا نتوما ايوا ها نتوما انا مازال انا تابع عاد جارين انا مازال تابعي الطالع حسب الاستطاعه ديالها هذاك الشيء ممكن رجل عندها شي شويه وليها نتوما تشوف هادشي تشوف مي كانت صحتي راني كنت نهود حتى الاخر طرف كاع فين ساكنين حنا من تحتنا كاع تنحطب ونحش مي كانت الصحه ما تطلعها على ظهري هذيك كنتي باقا بمجوجات مازال واخا كي قال هذا تتهرس باقا بنت صغيره كانت هذه راه لاصودي ديال سيدنا هذه كانت الله صافي ساكنين فين داروا التجهيز راه كانت فيرما ديال سيدنا الله ينصرو وكانوا فيها كيزرعوا فيها الربيع وداك الشيء كانوا في الحشيش كان عندهم البقيرات وكانوا كيحشوا البقيرات وعاودوا لهم زياده والله العظيم الا كنت الا تنوضوا مع الفجر تقول الفجر الله اكبر تنوضو تنمشيو نحشو تندخلو في الزرع تبارك الله كان هنا الخيرات لا تيضرب لي تنجيح فاز بالحشاك هو حتى كتعرف بالامان كانت الصحة وما دابا ما بقاش خوتي الصحة ما تيشوفو وين تكرهت هاد الرجيلة وانا الله والله هادو بنايات العمارة اللي كيبنيو الشركات وكيبيعوا للناس البنية الاقتصادي السكن الاقتصادي هذه دار الطالب فيها راه كيدقوا لنا الشوكه دابا اللي امر عليها سيدنا الاخوان تما كيخدموا المسائل ديالهم احنا غادي ان شاء الله هذه واحد الطريق هذه اللي كتدي للمدين ديال العاصم هنا كيمشيو الرماي كيجيبوا السلعه وداك الشيء ولا كان راه حنا كنوريو لكم اللي عندنا في المنطقه راه كنقولوا بخوتي بخوتي وبشرك معاكم غاد كما تيبغيو لي تاينا تنبغيهم تنموت عليهم تاينا الله شهاد عليا لا تنبغيكم ونموت عليكم الا ما شفتكمش تي قال هادو ما سمعتش غير صوتكم اللي قال فينا زوين الله يكثر خير واللي قال فينا شي الله يجازيه بخير الله يغفر له الله يسامح له حنا راه ما كناش حتى تنسامحوا لكل شيء قال لي هضر فينا ولي قال شي حاجه ما سمعوني مريضه الله هو الوكيل تعيط عليا وكلشي المحضر ديالنا خوتنا راه حنا عارفينهم دابا الحمد لله الحمد لله ما عطاني خوت وخواتي كلشي كنعرفو الحمد لله كلشي غانا بالله عطاني خوت وخواتي عايشه هذيك الليله كي درت اختي الطوف كي درت الله الله تعالى الله اللي يجازيهم الله اللي يوقف معاهم الله يجازيهم حنا قربنا عساني السون تاع حنا وصلنا ان شاء الله خرابي خرابي نمشي تخيل حنا قربنا للمسجد هذا الكاريان اللي كانوا كيخدر رملة باش كتكتب تما الباس هادي الصوندة هادي الصوندة ديال الماء هي اللي كتجبد الماء وكيفرقوا بها الأحياء هنايا فيها الماء موجود هذه منطقة فيها الخير تبارك الله والماء موجود هذا الخير هذا عين شقف جد عين شقف تبارك الله كلها فيها الماء شوف هذه المقبرة اللي داير عليها الحيط هي المقبرة ان شاء الله غادي نصورها في حوايج
وصلنا لبيت الله هما كما كتشوفوا. كنتسنى الكامي واحد السيد كنعرفو هو جايب لي الفايج درهم ان شاء الله باش غادي نخوي ان شاء الله وانتم معنا ان شاء الله تبارك الله. لا هو دار بس فيا ما فات هو الكامي ديال الصديق ديالها هو جابو ناخذ الفايج ان شاء الله باش نصلحو الله ان شاء الله المسجد. واحد الرجل طيب كيدير الخير تبارك الله ان شاء الله الله يجزيك الخير. فايا تبارك الله جبتي برافو عليك اصديق الله يرحم ديك الميمه ان شاء الله مازال غتابعونا ان شاء الله في شي حوايج اخرى ان شاء الله غادي نزيدو لكم ان شاء الله بحول الله وغاتبقوا معنا ان شاء الله مازال. ودابا ها انا طحنا جبنا الفياج باش تشوفوا تاعو الفياج مخير كاع تبارك الله عمرو مخير داك السيد كنعرفو صديق ديالي. دابا به ان شاء الله غادي نبدا العمل عارفه الاخت سينا ان شاء الله غادي نبدا في الطواليط ان شاء الله حاشاكم. دابا راه الساروت ما عنديش مع مسورتي ان شاء الله غنشرع في العمل ديالو ومازال غتابعني ان شاء الله في الجديد ان شاء الله فيديو اخر تعرفوا شنو كاين ان شاء الله. وسمحوا لنا تعالى الاخت الحسنات ديالها وجعل لها مقبوله وتقبلها البنيه ديالها حتى هي شكرا لها بزاف تعاونتي وبنتها الله متعالي كل معوين ان شاء الله. وشكرا لكل المحسنين ان شاء الله شكرا لهم بزاف 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 ومازال ان شاء الله شي حويجات اخرى ان شاء الله غادي نوريهم لكم ان شاء الله. المسائل ديال البوق وداك الشيء مازال ما كملتوش باش نركبهم مازال ان شاء الله غادي تتابعوني ان شاء الله فيديو اخر وغنوريكم ان شاء الله حوايج اخرين ان شاء الله. وتابعونا ان شاء الله وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم.